السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم. أنا وائل من قناة هامسترز لايف فلوج. قبل أن نبدأ أود أن أخبركم أن قد تجاوزت مرحلة التعليم المتوسط. بهذه المناسبة أريد أن أشكر الأستاذة فوزية بسبب إهدائها لي هدية معتبرة وقيمة، لذلك فأنا أشكرك من أعماق قلبي وأجزي شكر لك. أما بعد، فكما قلنا في أول فيديو، هذه القناة تتحدث عن حياة الهامسترات في البرية وعندما يتبناه الإنسان. عندما يكون متبين من طرف الإنسان يعيش الهامستر كعادة في أقفاص متنوعة منها. لكن إذا عاش الهامستر البرية أي الهامستر الأوروبي فهو لا يعيش في أقفاص بل يعيش في أشحار متنوعة وكثرة، وهو يملك أيضا جحر الصيف وجحر الشتاء وكل جحر يملك مناخه الخاص. أما الآن فإذا اختار أحدكم أن يشتري هامستر فما الفصل الذي سيشتريه له؟ لابد أن الأغلبية سيشترون أقفاصا حديدية، لكن للأسف هو غير مناسب لكل المربيين، وهناك سببان لعدم تربية الهامستر بأقفاص حديدية. الأول هو لأن أغلبية الناس يرون بأن أقفاص الحديد غالي جدا ولم يملكون المال. أما السبب الثاني فإذا وضعت له الكثير من النصارى للهامستر سوف يحفر لأن من هوايتهم الحفر، وإذا حفر ستخرج نصارى الخشب عبر الثقوب وتلوث المكان. لذلك إذا اخترت أن تشتري قفص حديدي للهامستر فاختر قفص دقاع طويل، فإذا كثرت له من النصارى لن تخرج ولا تلوث لك المكان. وأيضا إذا رأى الكل هذا القفص سوف يرون أنه القفص المثالي للهامستر، وإنه كذلك، ولكن الصعوبة هو التنظيف من تلك الأشياء. الآن سوف نرى مع بعض مقطع من فيديو من قناة هامسترز سوف أترك لكم رابط القناة في الوصف. يلا نبدأ. هنا سوف ترين كيف نركب هذه العجلة، هذا النوع من العجلة في القفص. هنا تقول أنها سوف تضع طابقا للهامستر هنا، وسوف ترينا الطريقة حتى نصنع هذا الطابق. كما نرى نحتاج إلى قطعة كرتونية وأربع لفافات أوراق الحمام وقماشة صغيرة للتزيين، كما أننا سنحتاج إلى غراء للصق كل هذا. ها هو شكله النهائي. وقد صنعت له سلما حتى يصعد منه الهامستر. سوف تضع نشارة الخشب وتحضر غذاء الهامستر حتى تضعه هنا. هي هنا لقد صنعت فرشا بملابس قديمة وقطع قماش، ولكن يمكنكم أن تستعملوا نشارة الخشب إما أن تشتروها أو تحضروها من النجار، لكن احذروا إذا أحضرتموها من النجار فاحذروا، ربما يكون فيها غبار وقد يسبب أمراضا للهامستر.
هنا ستصنع لعبة للهامستر بأعواد الآيس كريم. الآن ستلصق أعواد الآيس كريم على هذه القطعة الكرتونية. هو الشكل النهائي للعبة. الآن لقد رأينا كيف نصنع علبة مواد سهلة نجدها في كل البيوت للهامستر ولا تكلفنا أي مال تقريبا. أعزائي المشاهدين، ها قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، لكن إذا وصلتم هذا الفيديو إلى 100 لايك سوف أضع لكم فيديو نتحدث فيه عن سلبيات وإيجابيات القفصين الحديدي والبلاستيكي. وإلى اللقاء.